جلاد الكتب المدرسية 10 متر الحبة ب 500 بيسة بمركز الريالين للتسوق في الرستاق. أغراض العودة للمدارس 500 ورقة E4 ب 800 بيسة. الطاولات المدرسية الحبة الوحدة ب 998 بيسة، وعلم ولدك في البيت. كل الدفاتر المدرسية وفروها لكم. أول شيء أشرح موقع مركز الريالين للتسوق بالرستاق، وبعدها أكمل صدمة الأسعار. حديقة الرستاق العامة، أول ما تجيك هذه المدرسة بعد الحديقة تحصلون مركز الريالين على يساركم. وخلونا نكمل أغراض العودة للمدارس. جميع الدفاتر مسجلين عليها كم ورق؟ 80 ورقة دفترين مع بعض ب 735 بيسة. كل دفتر 100 ورقة، دفترين مع بعض قول بكم؟ 840 بيسة. وشيل عم الدفاتر من 40 ورقة وإلى 120 ورقة. وصلت الشنط المدرسية من الحجم الصغير وإلى الكبير. كل الاحتياجات المدرسية والأقلام وفروها بمركز الريالين. ملابس العودة للمدارس لكل الأعمار مع الشيل. الطقم كامل مع الشنطة. جميع الألوان. كل الملابس المدرسية في الدور الثاني. والجواتي المدرسية اللون الأبيض والأسود ولكل الأعمار معهم للبنات والأولاد. حتى الجواتي الرياضية لحصة الألعاب للمدارس وفروا لكم كل الأعمار. الماي 24 حبة الشدة 550 بيت. الطقم ذا ثلاث قطع مع بعض 945 بيت. الأكواب أصلية يا جماعة، كل 6 أكواب في الكرتون 650 بيسة، زين حق الشاي حق المدرسة. الصابون والمنظفات الأرضية ب 700 بيسة ل 4 لتر 5 لتر بريال. الكرتون هذا فيه 3 حبات مع بعض بريال 575 بيسة، زين تحطوا فيه الأكل حق المدارس بريالين و100. كل الأشياء اللي صورتها بمركز الريالين للتسوق في الرستاق يشمل الفرعين في الرستاق. الفرع هذا بجنب الحديقة في الرستاق، والفرع الثاني بعد بلدية الرستاق في الداخل. الأرقام في الفيديو وتواصلوا معاه.